كم تومة بتستعمل؟ جوج الريوق. جوج الريوق، حصين من التوم. شايف من زمان بتشتغل بهذا المطعم؟ نعم. كم سنة تقريبا؟ هيئتهم كتار، 29 سنة. ما شاء الله، 29 سنة عمري. عمر بهذا المطعم؟ داخل باقي عندي في عمري 22 سنة. بلشت صغير. يعني اشتغلت صغير. نعم. وشو برأيك بيميز هذا المطعم عن غيره؟ شو الميزة ديال المطعم هذا؟ الميزة ديال هذا المطعم بوحدة، المطاعم كاملة بالتربية. الميزة ديال هذا المطعم بوحدة، بشكل بوحدة، ما عندها ما كاينش واحد، كاينش واحد اللي عنده بحال الشكل ديالنا حنا. واخا الناس دايرين بحال المطعم ولكن ما طيب شو اللي بيميز الأكل؟ يعني الأكل ديال الأكل حنا بقينا على الطبيعة التقليدية القديمة. التقليدية القديمة. باش تمشي مع الجو ديال المطعم. مع الجو، أي إنسان يمشي للكليان على عام عامين أو ثلاث سنين أو أربع سنين أو حتى 10 سنين يقدر يرجع يلقى السيستيم هو بلا ما مغير. أكيد، لأنه يعني الشيف هو. لا 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 لا. نعم. ما كان نيت شي بان قبل مني، كان الناس قبل مني، هذا هو. انا شي تيعطي لشي ودابا الشيفان ديال اللي كانوا الاولين انا تعلمت عليهم. هلا انت كمان عم تعلم شيفان؟ لا لا نعم. لا بالضروره، لا بالضروره، كل واحد عنده. بس انا عم بقول الشيف انه اللي بيميز هذا المطعم انه بعدهم بيقدموا الاكل بالطريقه التقليديه الاصليه المغربيه. نعم. وانه هو الشيف اللي قبله علمه وهلا هو عم بيعلم الشيف الجايين والناس بيترددوا لهون، يعني لسنين متتالية بيجوا على هذا المطعم. بسم الله. طيب حطينا الثوم هلا والبصل، قزبور، معدنوس. دابا نضيفوا الملح. هنجيب لك هذه هنا، نزيد الملح ملعقة صغيرة تقريبا، البزار، فلفل أسود نص ملعقة أو ثلاث أرباع، نص زنجبيل نص ملعقة، نص ملعقة زبور معدنوس اللي درناه، زعفران أو الكركم. أو الكركم يسمى بالمغربية الزعفران. هو نفسه بس أنتم عندكم لونه لونه قوي هيك بردقاني، نحن عم بيجي لونه على أصفر. أو ممكن واحد يحط زعفران شعره، صح؟ كاين زعفران شعره. هذا زعفران مطحون. هذا زعفران مطحون رومي، كيتسمى هذا رومي ماشي بنزين، تسمى رومي. إذا واحد ما عنده ممكن يستعمل العقد الصفراء. زيت الزيتون بغيت من هنا تقريبا ربع كاس. ربع كاس. نعم. ربع كاس من زيت الزيتون. بغيت الماء. بنضاف. بعد بنضاف عليهم مي بيتخلطوا. بسم الله. بعدين بتنحط الدجاجة. فأساساً الدجاجة ما بتتقطع قبل الطبخ. قبل الطبخ يعني بعد ما تطيب. ما تطيب لا، تاني في الناس مثلا بحال دابا كنطيبو هك من بعد من اللي الانسان بغاه راس يهون او النص حسب الطلب. يعني حسب الطلب. حسب الطلب كان ناكل. بعدين بصير تقطيعها اسهل بعد ما تكون طابت، بتصير سهل التقطيع ديالها. اسهل احسن دابا اسهل ديك الساعه كان طابت، لان كان تكون ساخين. صح. تكون ساخين. بس اذا تكون تقطعوها قطعوها قبل ساعه او ساعه ونص او شويه تبرد شويه ممكن. ما في الحال اش كان الا انك تنطلب لك او باقي الله طاب او ديك الساعه بغيت تعطي النص او شي حاجه يعني يكون سخين. يكون سخن. سخين. هاد الكوزينه المغربيه فيها هذول اليدين حرقتهم بزاف بالنار والسكين يعطيك الصحة. بس الميزة انه تطبخوها دجاجة كاملة، ممكن لانه بتقدروا تحطوا الحشوة بداخل الدجاجة بتعطيها طعمة، بتعطيها طعمة طيبة. فإذا هلا مثل ما هي تتقلى على النار شوي لمدة 10 دقائق لحتى الطعمات هيك تطلع الخواص تبعيتها، من بعد العشر دقائق بينزل لها شوية مي، ما كثير تعبوها مي، شوية مي، وبتتغلى على النار لمدة نص ساعة تقريبا أو أول ما تستوي الدجاجة. فإذا الدجاجة مثلا بدها 30 دقيقة لحتى تستوي، على ال 25 دقيقة تقريبا بتزيدوا الزيتون وقشر الليمون الحامض وبترجع بتغلوها شي
بعد ما تعرفنا على المطعم وعملنا جولة فيه، وعن جد مطعم كتير كتير حلو بكل تفاصيله المعمارية والديكورية، إذا في يقول ديكور المطعم كتير حلو يعني. نعم. واحد حاجة قديمة قديمة وزوينة، هذاك الشيء كله مطقون يعني، وفي الخدمة بزاف، الزليج والحفر، النقش، كل شيء، هذا الشيء من الصنع المغربي. طبعا صنع المغربي، التراث الحلو يلي ما لازم ابدا يفقدوا المغرب. نعم. طيب خلينا بالاكل. نعم. هلا حنعمل الحمام. نعم. حمام بالزبيب والبصل والبرقوق. البرقوق نعين، هذه اكله غير شكل. شكل نعم. غير شكل. غير شكل. غير شكل. منظوم الحال. طيب شو بنحتاج لحتى نعمل الحمام؟ بسم الله، احتاجنا البصل. البصل. بسم الله. خلينا بس بالاول نقول المكونات، بصل وثوم، بصل وقزبر ومعدنوس. قزبر ومعدنوس. زيت. زيت زيتون. كمان زيت زيتون. كمان زيت زيتون. زيتون. ملح. ملح. زنجبيل وفلفل اسود. فلفل اسود. زعفران مطحون. مطحون. وبالنسبة للأشياء الطيبة اللي بترافق هيدا هي البرقوق اللي هو الخوخ الأسود، بيكون منشف، هذا بس منقوع بالمي الساخن. الساخن ومدى جاهز. جاهز، أوكي. هيدا عندنا هون لوز. لوز مسلوق. مسلوق، لوز مسلوق ومقشر. والزبيب. زبيب. كمان زبيب منقوع بالمي. نعم. وهيدا لوز محمص. لوز محمر. 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 محمر يعني محمر. مقلي. مقلي. محمر ولا مقلي. اوكي طيب. أنا في المغرب نقول محمر أو مقلي. محمر، خلص نقولها مثل المغرب، لوز محمر. اوكي. محمر. طيب شيف تفضل. بسم الله. أو أكيد الحمام، إحنا بحاجة للحمام أكيد. بسم الله. نبتدي فإذا بتقطيع البصل. نعم. تحت هالشجرة الكبيرة الحلوة. بتكون شجرة قديمة هي. نعم، قديمة. كم عمرها برأيك؟ رأيي يعني من عمر البيت تقريبا 80 85 سنة إلى 90 سنة تقريبا. تقريبا. اصلا في صورة اللي شفناها الابيض واسود للبيت كانت. نعم. موجوده بس صغير كثير. نعم. الشجره مبينه. الساعه كانت نعم الشجره كانت في الساعه كانت صغيره شويه. حلوه. اذا قطعنا البصله صغيره. نعم. صغيره صغيره. قطع البقدونس والكزبره كمان صغير صغير. يعني اصبر البقدونس موجود. إذا بنضاف البقدونس والكزبرة المقطعين صغار، بنضافوا فوق البصل المفروم. بنضاف الثوم فوق الخلطة اللي صارت عنا. نعم. دبا. توابل. توابل زيت الزيتون. حط لك الجميلة أنا. نعم. هلا بنبلش نزيد الزيت والتوابل، زيت الزيتون. يعني نص كاس. ربع على نص كاس. ملح. الملح. زنجبيل. زنجبيل. فلفل اسود. تقريبا يعني كثير من الاكل المغربي بيتخلوا الزنجبيل والزعفران. يعني زعفران. زعفران. نص. هذا تقريبا نص ملعقة. نص ملعقة. نص ملعقة صغيرة تقريبا من الزعفران المطحون. الزعفران المطحون. شوية مي. ومي. شوي لحتى يتخلطوا. ها. يعني. بيتخلطوا مع بعض منيح مثل العادة دايما. من بعد بديك الحمام. الحمام. لازم تحشيها شوي. نعم. فإذا الحمام بيتغلف منيح بالمزيج هيدا، وكمان بينحشى بشوي من المزيج. ممكن واحد يديرها هكذا ويخليها شوي بالبراد مثلا وعادي طيبة من بعد.
هذا دابا الليلة بحال سوفتي اليوم الغد الليلة بغيت طيبو طيب يطلع لك الأكثر بيطلع الطعم أقوى. نعم حيت تاخذ ديك الساعة التوابل ديالهم مزيان. كمان للون اللون ديالو مزيان من الزعفران كيعطي واحد اللون زوين. الزعفران بيعطي لون حلو كمان للحمام، مشان هيك لازم او الحمام او الدجاج اي شيء يعني مشان هيك بيخلطوه منيح معه. كما تنقولوا بالدرجه المغربيه محمر 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 بحال اللوز بحال اللوز محمر، يعني حاجه محمره قاعد نقول لها حمر، حاجه اي حاجه حمراء نقول لها حمراء محمر حمراء حمراء اي بيكون في هذا اللون الحلو. فاذا هلا الدجاج هيدا الحمام بيتحمر شوي على النار مده 10 دقائق، بعدين بينضاف عليه المي وبينطبخ. قبل ما ينضج على الاخر يستوي بينضاف عليه الزبيب واللوز المسلوق والبرقوق اللي هو الخوخ الاسود المنشف المنقوع بالمي، وبعدين بيتزين بعد ما يستوي بيخلص بيتزين باللوز المحمر. في طريقه ثانيه ممكن البرقوق اللي هو الخوخ هيدا الاسود بتخلطوه مع شوية قرفة وشوية زنجبيل وشوية مي وسكر وشوية زيت وبتقلبوه لحتى يصير لونه هيك كأنه عليه عسل، عسل وساعتها بتزوق يعني بتزينه فيه تزيين مع مع اللوز المحمر. صح؟ نعم شاطرة أنا ما هيك؟ مع شمس الصيف ونسمة الهواء الحلوة بودعكم. هيك كون وصلنا لنهاية حلقتنا، إن شاء الله تكون عجبتكم وتكونوا سجلتوا كل الأكلات يلي قدمنا لكم إياها.